اللي بيبص للبحر على طول بتجيله فكرة السفر أو الهجرة. الطيور لما بتهاجر بتبقى عارفة ومتأكدة إنها هترجع تاني. أصل الطيور حياتها بتبقى هنا وهناك، لكن البني آدمين لو هاجروا بيبقوا متأكدين إنهم مش ممكن يرجعوا تاني، لأن حياتهم يا هنا يا هناك. خصوصاً بقى لو كانوا هربانين من دنيا مفروض عليهم ما قبلوهاش ولا هي قبلتهم. اسكندرية خدت ناس كتير في حضنها من اللي هاجروا وما كانوش ناويين يرجعوا، مالوا حواريها وشوارعها، وكان عندهم شوق وأمل يعيشوا في دنيا على مزاجهم ويبنوا حياة جديدة. بس لو ضاع الأمل ده وما كانش قدامهم غير الرجوع، يا ترى هيقدروا يرجعوا ويبصوا وراهم تاني، ولا هيكون عندهم حلول تانية؟ صرنا نادي بالصلاة على الهادي. صباح الخير يا أستاذ إبراهيم. يلا بنت انتي وهي اصحوا اعملوا شاي لابوك عشان يروح شغل. شيء يوبي.
ألف مبروك يا سيدي. مش قلت لك إن الموافقة هتجي لك على البيت؟ البركة فيك يا فندي. ها، وناوي بقى تبنيه فين في حي اللبان؟ على الإمة، على إمة شارع التراب. لا، ابعد عن شارع التراب وابنيه عندك جوه في الشارع. عندي جوه في الشارع؟ ده باب رزق يا فندي، واللي عندي في الشارع ما بيشتروش. يا سيدي ما أنت لما هتفتحه إن شاء الله هتعمل للشارع رجل، هتحييه. أحيي إيه يا فندي؟ أحيي تربة. أصروا، ابعد عن شارع الترام، في حاجة اسمها إشغال طريق. وأنا هشغله في إيه بس؟ وبعدين ده استثنى عشان ظهري. خلاص يا سيدي خلاص، اكتب تظلم وحطه في مكتب الشكاوي واستنى الرد. أستنى كمان 3 سنين؟ لا، على إيه؟ الأمر لله. هات يا فندي. اتفضل يا سيدي. سلام عليكم. وعليكم السلام. ولا يا سيد، انت يا ولا ولا يا سيد، انت ولا مش سامعني؟ انت صحيتي يا قبلتي؟ اروح اجيب لك العيش. اوامك اوامك. احمد يا ولا، النهار لسه ما طلعش. صباح الخير يا رجاء. صباح النور يا ام السيد. ما تسيبي يا اختي الولد على راحته، احنا في الاجازه يا وليه. سلامات يا اجازه، يعني هو كان عاتك ايام المذاكره يا اختي؟ ده الولا بقى ليه امين يا رجاء. هو النبي يا اختي بيسليني. طيب يا اختي. ارمي فلوسي يا قبلتي. قلف. ابو سالم، ازيك يا سعوض؟ خير والله. على طول انت تبني بتاع ده فين؟ انت ما لقيتش في ام الحرج اللي قدام الشباك بتاعه تبني فيه؟ امال يعني هبني قدام شباك الجيران؟ مفيش مكان تاني. وبعدين عشان تبطل بقى تبص من الشباك وتعرف تذاكر. ده انا كده مش هعرف اتنفس. ليه روح امك؟ كانت اوضتك فاتحه على البحر. ابوس ايدك يابا، دي اخر سنه ليا وهغور في السنين ده واسيبها لك. افتحه في حته تانيه. يا غبي يا غبي، هو انا يعني غاوي فقر؟ ما انا كان نفسي افتحه في حته فيها رجل، انما اعمل ايه؟ حكم الاوعى الضعيف. قال ايه؟ اشغال طريق. يعني ما قدرتش على الحمار جاي تتشطر على البردعه. ابنك ولا الحكومة؟ أنا أهم من الحكومة يابا. يا ولا لازمته إيه الكلام ده دلوقتي؟ ما أنت عارف إن أبوك حفي في الموضوع ده 3 سنين. اسكت أنت يا ولية. أيوة يا سالم، الحكومة حكمت إن أفتح باب رزق في شارع ميت، وهفتحه غصب عنك وغصب عن الكل، وأعلى مفخلك اركبه، ووريني بقى هتعمل إيه مع الحمار بتاع البيت. يحرق أبو دي عيشة، والله العظيم لازم ياخد منك وماشي. الباب فاوت جمل، دلعت أمك. سعد سعد، اصحى سعد، اصحى. خد حسابي معاكي. بتقللي القمح شويه يا امه، حرام عليكي. اجيب ده واخوك منين؟ وبعدين الناس هنا مزاجهم مش في شرب القهوه، مزاجهم في قرايه الفنجان. انا عايزه ابونا النهارده. الدور مش عليا. ليه؟ ما انا جيت معاكي الدور اللي فات. مش كان ضربك على ايدك؟ هتقولي كلمه قمح مع البن؟ ما تنسيش ده واخوك. ما تقوم يا ولا بقى، انت هتنام للظهر. ما تسيبيه في حاله. الله، الولا عيانه كمان، جدته مش خالصه. هو هيفضل عيان طول عمره؟ ما تبطلوا دلع بقى. خلاص انا صحيت. روح هات لي 5 بنس. يا دي البنس، انت بتاكليهم؟ اعمل ايه ياما، ما بتزحلقوا من على شعري. مبروك يا ابو سالم. الله يبارك فيك يا حماده. مبروك يا ابو سالم وعبالي. الله يبارك فيك يا عوض. مبروك يا ابو سالم، عايز الحلاوه. هيزعلوا منك لو ما ادتنيش الحلاوه. حلاوتي يا وليه؟ مش لما ربنا يفرجها الاول؟ هتشوف. عواف يعافيك، انتي في وقتك. شوفي كده الراجل ده راه يتعدل. فنجان ما بيكدبش، بتكسر ما بيتعدلش. خسارتك لسه صغيرة وحلوة. يلا حسن الختام، الواد كبر وبقى راجل.
الرزق واسع اهو. بس الباشمهندس مش عاجباه حكايه الكشك دي خالص. بيقول لك هتعجبه. تحكي في وشه هو خيرك. ازيك يا مشوق؟ الهمة شوية يا رجالة. يلا يا حسين خلصني بقى. ماشي يا عم الصبر. طيب ايه؟ هات خمس بنس. خمسة بس؟ ايوه. طب خد ادي خمسة وادي يا سيدي واحدة فوق البيع. ماشي بس اوعى تجيب سيرة على عمك ابراهيم. وعبقى منك. حاضر. فاهم؟ ازيك يا سالم؟ ازيك؟ ازيك عم ابراهيم؟ ازيك يا حسين؟ مرحبا سالم. على فين كده؟ طالع نتمشى على البحر شويه. طب هتيجي نشربوك حاجه؟ اكتر من اللي انا شاربه. سلام. سلام. اتاخرت ليه يا ولد؟ حسين هو اللي اخر. عواطف الحق. الولع عطاني ست بنس. يبقى سيرومي يغير المعاد. احيد انا قلت لامي كان انزلوا 4:30 5. يا ستي هتلكعلك شوي. هو باخد انا الشتمتين. ربنا يخليك يا عم. ربنا ياخدني. اخد الشتمتين على دماغي هنا واخد مشوار على رجلي لوحدي بره. هنقدم السبت يا جبانه. جاتك نينا. هو لحد مش طايق الشارع ونفسه يخلع. مدي شويه يا بنت هنتاخروا. انت يعني شايفاني ماشيه على قشر بيت؟ ما تهمني. هو استناكي فين؟ نفس المكان. وما بيزهقش. ما انا هنقعد فين يعني؟ هنقعد في كافيه شغل. مساء الخير يابا. ازيك يابا؟ يا شو ازيك يا عواطف؟ الحمد لله. رايحين فين؟ رايحين نجيبوا البوني. طب يلا بسرعه عشان تضربوه. سلام. سلام. يا طفطف خضتني يا حسين. كنا هنمشي دلوقتي. دم كتير. وانت كده مستنيه. انت كمان شاطر. سلام. اتاخرت زي النوبه اللي فاتت. اختك وحشاني. مش انا حنين. ايه يا بنت الحلاوه دي؟ بنجة. دمي يا وقلة. ازيك يا عم محمد؟ ازيك يا عاطف؟ عايزه كيلو بن وكيلو قمح. لا يا حاضر. انا مش عارفه نعمل ايه لما تسيب المحل بتاع عم ابراهيم. ما انا قلت لك انا مش هسيب المحل الا لما يجيني جواب التعيين. ساعتها بقى مش هنبقى محتاجين موضوع البنس. هاجي واخبط على الباب على طول. حلو. ولا صعب كان وقع بنسك؟ انت هتستنيني ساعه؟ خساره فيا. لا يا حسين بس انت عارف المره اللي فاتت امي بهدلتني. يا دي امك. دي ساعه يا بت. بس ما تعرفهاش. بكره اعرفها. يا ويلك يا سواد ليلك. اوعى بيتك. سلام جاي. سلام منك يا عم. ازيك يا سولم؟ عامل ايه دلوقتي؟ حبيبي. ازيك يا شو؟ ازيك انت يا سيد؟ ايه يا ابني العركه على صباحيه ربنا دي؟ مش عارفه. اه عارفه. البت عواطف بتقولي ان شكلك مش طايق الشارع، ناوي تخلص دراستك وتهج، فايه لازمته من الاول بقى؟ على رايك. البت عواطف فين؟ هي اللي هتفكني. الحق عند بتاع البن واحنا هنحصله، بس مش عايزين نتاخر لاحسن امي تطلع عفرتها علينا. جرايه يا بت، هي بعبوع. لو انت كفيله ركبها بعبوع. حسابكم مع عفرتكم. سلام. ما قلتليش بقى. عايزه بكره كم بنسى. بنسى الا ربع. ولا ازيك؟ السلام عليكم. مين؟ هتفكها
معاها شوية. بيني وبينك يا عاطف، طول ما أنا في الشارع الفقر ده عمرها ما هتتفك. حاسس إن كل اللي ببنيه بيتهد. أنا طهق. هو كل ما تحصل حاجة تشغل لي اسطوانة دي؟ صراحة أنا اللي طهق. ما تسيبه يا أخي بقى وتخلصني. وأنا مستني رأيك. طب قبل ما تسيبه بقى قولي عشان أقول لك مع السلامة. مع السلامة. ولا هيروح مني؟ ولا هيروح مني؟ الولا هيروح مني؟ هيروح؟ الولا هيروح مني؟ يا ولية ما تعملش في نفسك كده، ما الواد زي الفل اهو ده شوية سخونية. رامي بيوجعني، رامي بيوجعني يا قبلتي. اتأخرتوا ليه؟ اتأخرتوا ليه؟ هما مالهم بس؟ اتأخرتوا ليه؟ أنا هقوم أغلي له شوية حلو. ولا هيروح مني؟ هيروح مني؟ ولا هيروح مني؟ ولا هيروح مني؟ اتأخرتوا كده ليه؟ استحملوا حقكم. كنتوا فين؟ كنا فين ياما؟ ما أنتِ عارفة. ثلاث ساعات بتشربوا نقول ولا عيان. أصل ياما كان في عركة في البحر. هنعمل ياما؟ ما البطحانة كانت زحمة، وبعدين ماله الولا؟ ما هو زي القرد أهو. هات الدواء. نسي الدواء؟ نسيت الدواء؟ يا ابو الشو، الشارع ده مش بتاعك، والشارع بتاعك كان فيه كشك. يا ابو الشو، انت تهت ولا ايه؟ الله يا ابو الشو، تعال، انت رايح فين؟ ايه ده؟ مبروك. الله يبارك فيك، ده انت في الحلولي. خش يا حلو، لحسن البيت قايد حريقه. تخش انت. اخش انا يا ابو الشو؟ بقول لك البيت قايد ولعه. خش. طب اشوف وش اللي فيه. يا ولد الكلب هتموتوها يا ولد الكلب. هتموتوها. سيبني. هتموتوها يا ولد الكلب. سيبني. أعوذ بالله. الله أكبر.
الله أكبر. عنده ايه؟ مغص الدكتور وجنبه بيوجع على طول. انا هكتب له على علاج، ولو ما تحسنش عليه هتعمل لي اشعه موجات صوتيه على البط وشويه التحاليل دي. سلامتك يا دمر، سلامتك حبيبي. ابني ايه يا حبيبي؟ سلامتك يا دمر، سلامتك. جنبي يما، جنبي بيوجعني. حد الشر عليك ولا روحي فاضي. شل قلبي وانت لا. مش فاهم سايبين الولد ده لغايه دلوقتي ازاي؟ والله ابدا يا دكتور، ده احنا ضفنا بيه 7 دخان. الولد ده لازم يتعمل له غسيل كلى من بكره. نعمل له ايه بيه؟ من بكره نكون في المستشفى يا دكتور. ان شاء الله يكون بالفلوس. هتستنوا الدور الوضع يضيع منكم. الولد هيحتاج غسيل كلى 3 مرات في الاسبوع. المره ب 300 جنيه، مش بعيد يحتاج ده طول العمر. صباح الفل، ازيك يا ست الكل؟ تمام، عايزين نبيع التلفزيون ده. ده هيجيب لك 40 جنيه. طب بحبحها شوية يا عم فتحي. طب خلاص عشان خاطرك اديك 50 جنيه. اتفضلي. فيها رزالة يعني، محتاج مبلغ 50 جنيه عشان الولد والمستشفى والمصاريف زادت عليا. حاضر يا استاذ، ربنا يخليك. حاضر يا استاذ، اتفضل يا استاذ. ربنا يخليك. حضرتك يا استاذ، ربنا يخليك. Thank you.
مبروك يا ابو سالم. الله يبارك فيك يا عوض. بس ايه ما لقيتش غير اللون ده؟ ايه مش مريحك ولا ايه؟ يا ما نفسي افتح لي كشك جرايد اقعد اتسلى بدل ما انا قاعد فاضي كده. تلطش عشان اقف في كشك ابيع لبان. حقك عليا انا. ابوس ايدك يما سيبيني. ارجع يا ولا ما تحرقش قلبي. خش جوه يا ولية. يا سالم. سالم. عايزه ايه؟ طرح فين؟ اي حته بعيد عن الشارع الفقر ده. انا زهقت يا عوض. يعني ايه؟ تسكت وتقولي سكتنا واحده. عمري سكتنا ما كانت واحده. انا عايز ابص لمستقبلي. طب ومستقبلي انا؟ بشوفي مع حد غيري. انا لسه سكتي طويله. دي اخرتها يا سالم؟ تبعني بعد كل ده؟ يا عاطف احنا في زمن لو طولنا نبيعوا نفسنا فيها هنبيعوها. انت ابن كلب. صح انا ابن كلب. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا ابو شوق؟ خير يا ابو شوق؟ انا محتاج فلوس يا ابو سالم عشان ولا سهل. انت مش قلت لي ان الواد بيغسل وانا كمان شايفه النهارده زي الفل. بس ما عاد غسلته بعد يومين وصرفت كل اللي حلت واستلفت من طوب الارض. مش عارف اعمل ايه يا ابو سالم. لا حول ولا قوه الا بالله. والله العين بصيرة يا أبو شوق، وانت عارف من ساعة ما بنيت الكشك وهو خرب بيتي. طيب مع السلامة انت إبراهيم أفندي. ده انا كمان لسه كنت بقول لإبراهيم أفندي ان عايز اوسع الكشك لغاية الحيطة واعمل قاعدة صغيرة كده لرجالة الشارع يجوا ينبسطوا، وانت كمان يعني تعال انبسط. طب سالم يا راجل يندعي. هي عنتصه دي هتأكلنا عيش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما تنزلي طنط. انزل طنطا. اعمل ايه؟ اتجننت؟ اه اتجننت. عندك تفكيره تانيه؟ ولا ايه؟ ما تركبيش دماغك. دي القلوب بتتصرف يوم وليله. دول 20 سنه. 20 سنه طفشانه منهم. ارجع لهم بانهي وش؟ وان رجعت انا عارفه من حي ومن مات. مش عايزه، مش هروح. بس انت اللي محتاجه. يمكن يحنوا عليك. كانوا حنوا عليا لما اخترتك. ضربت واتبهدلت.
لما المخرج من بيت ابويا رفع راسي بزفه، خرجت طفشانه مع حبيبي القلب. مش هنخلص من الاسطوانه دي بقى؟ خلاص يا ستي بلاش يحنوا عليك انت، يحنوا على الولد. ولا هيروح مننا يا فاطمه واحنا قاعدين نتفرجوا عليه. مش راجع غير بفلوس. يقولوا لهم انني مت علشان يستريح. حد على البيت.
فاطمه اختي. دي فاطمه، فاطمه اختي. القطر ده رايح فين؟ رايح مصر يا ستي. هتنزلي ولا ايه؟ حاجة صاعة يلا يا ست. عايزه شغل. مفيش يا ستي، امشي يلا، امشي امشي. عايزه شغل. عايزة شغل. مفيش يا ست. عايزة شغل. مفيش يا ست. ابني بيموت ومش هينفع مني. ابني بيموت ومش هينفع مني. ابني بيموت مش عارف اعمل ايه. ابني بيموت ومش عارف اعمل ايه. ابني بيموت ومش عارف اعمل ايه. ابني بيموت ومش عارف اعمل ايه. بقول لك ايه؟ ايه؟ في قعده شويه؟ انا لو بقدر اقوم كان زماني قعدت القعده السودة دي. يعني ممكن اسيب شبشبي جنبك لغايه ما اروح مشوار وارجع؟ هو
هم غيروا الموضة اليومين دول والمشامير بقوا بيروحوها فين؟ لا يا ستي ما غيروهاش ولا حاجة. طمنتيني، كنت فاكرة انهم غيروه. لا بس لا بس ولا اصل ولا فصل. اتكلي على الله وروحي مشوار. بالسلامة يا اختي، انا قاعدة جنب شبشبي، لما ترجعي بعرف اصل الحكاية. السلام. الولد بيموت يا بحر روى وانصف بناتي آمن وصدق وافهم سكاتي ابني الصغير من الهم يكبر والموجة عليا يا مغنواتي يا بحر روى وانصف بناتي آمن وصدق وافهم سكاتي ابني الصغير من الهم يكبر والموجة عليا يا مغنواتي. تحية عشان تفطاري. يا صباح النور على البنور، يا صباح الهنا والسرور. الأولى الرايقة دي كوري لقمة، انت نايم على لحم بطنك. وليه التعب ده؟ انا عامل يا رجيم اصلي خلاص هفتقع زي البالونه. بسم الله ما شاء الله. تحيه تحيه يا قليم يا رزاق يا كريم، خش الاولاني التاني بلاش. عارفه تحيه لولاكي ما كنتش لقيت حته تهوى فيها. بسم الله يا اختي على الاقام ده. هنا الحمد لله. يلا سمي يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ايه ده كله، ايه ده كله؟ يلا لقمه هني. الا لو يا تقعدي قد ايه في مصر؟ والله ما انا عارفه، زي ما لمي تمن الغسله بقى. ربنا يكرمك ان شاء الله وتلميها ويشفيهولك باذن الله يا حبيبتي. ان شاء الله ان شاء الله. خدي يا حبيبتي. شكرا. شوفيتهم يا اختي، كل بيشهد. شاب يا اختي محتاج اي فلوس. قبلك منين يا اختي؟ ولا بيموت، الولا بيموت.
مفاتيحك خلاص نويتي؟ ان شاء الله. مستعجلة على ايه؟ ما تستني للصبح. صبح ايه؟ بقولك الولع عيان. قلبي معاكي يا اختي، ان شاء الله ربنا هيشفيهولي يا رب. بس قولي وانت لحقتي في اسبوع تلمي تمن الغسله اللي بتقولي عليها؟ هنق. مش قصدي يا اختي كده برضو، بس قولي لي هترجعي لي تاني امتى؟ مش عايزه ارجع. قولي انك هتوحشيني، وانت كمان هتوحشني قوي، هتقطعي بيا. طب يلا قومي عشان تلحقي القطر بتاعك. بالسلامه. ولا تستني للصبح؟ هذا الحال المستشفى. اشوفك بخير ولا اقول لك مش عايزه اشوفك تاني. بالسلامه يا حبيبتي، ربنا يطمنك عليه يا اختي يا رب.
لما الراجل مات الواد خد بعضه وسافر شوية جوابات وقطع وأهل أبوه بهدلوني على الآخر سبت لهم الجمل بما حمل وجيت قعدت هنا أهو ربنا بيرزق ولقمتي بتجيلي لغاية عندي وبقيت كل شهرين تلاتة أروح أتطقص يمكن الواد جه وحشني أوي نفسي أشوف ده أنا عيط خلاص مبقتش قادرة ولا أروح ولا أجي كل يوم عمالة أتخان أكتر من الأول لما خلاص هفرقع زي البالون يا شيخ مستعجلة على إيه؟ أنت مرتاحة شوية من السفر مش هخلي الفقر ياخد حد تاني من عيالي الفقر راح الشاي هو ده وقت الشاي تعالي يا بنت امال لك الان يا ابو جاز بيهل اوعى كده يا راجل يا راجل قوم استحمى الاول طيب يا راجل وده وقت انت ما عندكش دم خلينا نهول فرشه يا راجل شغلته من النهار حرام عليك حرام عليك يا راجل وسع عايز اقول لك على حاجتين لا ثلاثه ايه قول عايزك تقلعي الاسود بقى لا لسه شويه يا حسين لسه يا بت كفايه كده بقى امي هتقعد بيه سنه امك يا عبيطه يا امك برضه على وش جواز عندك حق طب وتاني حاجه ايه مش هقول لك يا بيحط الباس يا حسين عايز اشوفك بكره اشمعنى عشان اقول لك على ثالث حاجه يوه يا بت استني بقى لا. يا بنت استني يا بنت هكافي على وشك وانا هعضك تعالي يا ولد احمد بقى امي من يوم ما عدى ال 40 وجري على اهلها في طنطا تقعد اسبوع وترجع اسبوع بصراحه مش عايزه الناس تقول انا غبي طب انا جالي جواب التعيين لا احلف يا حسين احلف بالنعم الشريف الحمد لله انا اتكلمت مع ابويا وامي في موضوعنا وقريب قوي هنقابل ابوكي ونتكلموا معاه في ايه انت عبيطه يا بنت في جوازنا طبعا والمرسى ابو العباس اللي هيعملوا لك فرح ما اتعملش في الحاره كلها بس امي مش هتوافق نتكلمه في اي حاجه ليه لازم تعدي الثانويه طب وانت انا لو علي نفسي من بكره ولا حتى من دلوقتي يبقى خلاص نفوته شهرين ثلاثه وبعدين نتكلموا مع ابوكي وان امك اصلبت يبقى نقرا فتحه دلوقتي وربنا يعدلها بعدين ان شاء الله يا رب حاضر جاية جاية اهو عايزة ايه يا بنتي يا ام السيد فين الولا سيد يا اختي في ذاكر عايزة ايه منه ما تقوليلي يجي بقى الوقت عوا الراجل عايز ينام يا ولية طيب هغسل الكام صحن اللي فيديو وابعتهولك بس انت يا اختي وسيبي له الباب موارب هسيب يلا يا سعيد ايدك ساعه قبلتي يا ولا خلص يا ولا امك بتناديك لسه شويه جوز امك عايز ينام يلا طب ما انا مستني اما ينام ليه يا ولا هو بيضايقك لا بس محبش هزار امي البايخ ده هزار اوعي ولا يا سيد تكون بتغير على امك لا بس
بس ما بحبش الحاجات دي. اتوكس بكره ما تسلهاش. كبرت يا سيد، ده انت بقيت طول يا ولا. واطول منك كمان، حتى ام انيس. قوم يلا يا امي. انا اطول. لا انت كبرت بصحيح. ايه يا ابو سالم، مفيش مزه النهارده ولا ايه؟ حاضر يا سيدي، المزه يا وليه. ابو سالم. ايوه المزه يا سحميد. تشكر. اي خدمه. هل انا ريحتي وحشه يا عوض؟ لا انت ريحتك جازو بس. ما هي دي المصيبه. خد ولع. بتجيب كاس من الصنف اللي انت بتشربه يا سي ابراهيم ده، ده حلو قوي، انا عرفته من الماركه. لو ابو سالم جاب المشاريب مش هيبقى فيه خيار وفجوس. جلو. يا ابو شوق ما تفكها، ده ربنا خلق لنا نعمه النسيان. انسى ايه بس يا ابو سالم، ده هو اللي كان ليا في الدنيا. يا عم البركه فيك، بالك ايام الحرب كنت ابقى ماشي مع واحد عسكري صاحبي، فجأة لقى شازية جت في رقبته جابت أجله. لما الحكاية دي اتكررت ما بقتش نزعل على صاحب اللي مات قد ما كنت بفرح إني ما متش. حسيت إن الموت ما دام بعيد عني خير. طب ما أنا ابني مات. يا راجل عيب ما تقولش كده، حسه في الدنيا. الولا من ساعة ما وسعت الكشك ساب البيت ومشى. أنا حطيت في دماغي إنه مات وما زعلتش، ولما كل شهرين ثلاثة يجي يزورني أفرح، ولما يمشي اقول مات، ولما يرجع يصحى، ولما يمشي يموت وما ازعلش، وكل ما يموت ما ازعلش، وكل ما يصحى افرح. شوف بقى انا بفرح قد ايه يا ابو شوق. يا راجل ما تبقاش عبيط، المهم انك حي يرزق. اتبسط. فين يا ابو شوق؟ الراجل ده ما عندوش قلب. قال انا ريحتي وحشه يا استاذ ابراهيم. ولا بيموت، الولا بيموت، الولا بيموت. ولا بيموت يا اختي. غرقت الفرشه بشويش. خش على الجلابيه. ايوه بس بشويش. روح ايه على ما إيه؟ خلاص خلاص قومي قومي، الحق القطر بتاعك. يلا اتكلي على الله بالسلام. عارفه تحيه، على قد البهدله اللي بشوفها في المشوار ده لما باجي، بس ببقى مش عايزه ارجع. كل ما اجي داخله الحاره الاقي نفسي مخنوقه وقلبي مقبوط. قول يا ريتني ما عملت المشوار ده من الاول. يا اختي اذا كانت جيتك خانقاكي ومضايقاكي ما بلاش منها، بتيجي ليه؟ عايزه اسطر البنتين واجوزهم جواز عدل. امال ايه الحكايه؟ زمان في الحاره المعفنه دي ما كانش فيه لا مره ولا راجل يملوا عيني. دلوقتي وانا داخله ببقى حاطه عيني في الارض مرعوبه لحد يشم خبر تبقى مصيبه مش عليا على البنتين. مش عارفه اعمل ايه. بتحس ان انا مكسوره كده. بعد الشر عليك يا اختي متكسرة، وهم هيعرفوا منين؟ هو حد فيهم بيجي مصر؟ عارفة؟ قبل ما يكسروا عينك اكسري انت عينيهم الاتنين. ايه
ربنا يخليك ليا يا ام. معلش انا متقل عليك اليومين دول. ما تقولش كده يا وهاب، وبعدين انت بكره تتخرج وانت اللي تصرف عليا. سلم على امك. ازيك يا حاج؟ ازيك انت يا سالم؟ ما تبقاش تاخر على امك تاني. حاضر. ام شوق جت. ازيك يا ام شوق؟ ازيك يا عوض؟ ازيك يا ابو سالم؟ ازيك يا اختي؟ ايه يا وليه؟ رحتي وقلتي عدولي. ابدا انا هنا. ازيك يا ابو سالم؟ ازيك انت يا ام شوق؟ مبروك. الله يبارك فيك. ازيك يا سالم؟ ازيك يا ام شوق؟ افتكوا بعافية. الله يعافيك يا ام شوق. وحفظ الله. مع السلامة يا سالم. ادعي لي ونبي اما الامتحانات قربت. ربنا ينجح مع قصدك يا اخويا ويخبز لك العيش. ربنا يخليك يا حبيبي. هدية من خالتكم. هو ده الكلام. بس يوم مرة واحدة. والله خالتي دي عسل. ربنا يخليها لنا. وازيها يا أمه؟ وازي البلد كلها؟ تمام كله بخير. هما مش هيجوا يزورونا مرة؟ لا. طب نروح نزورهم احنا والنبي يا أمه. قلت لا. ليه يا أمه؟ اسألوا أبوكم. حكايه التلفزيون ده كمان عند اختي بسلم عليها قبل ما اسافر. لقيت جوزها داخل علينا بكرتونه قد الدهيه. لا امي وليها شيل قديم وفتح الكرتونه وحط ده مكان ده. قلت له هتعمل ايه بالقديم؟ اللي هبيعه عايزاه. قلت له ان كان عشاني ولا يلزم ولا هعمل بيه حاجه، بس البنات هيفرحوا بيه. قال لي ماشي. والله ما هو راجع. والله ماني فاهم حاجه. أنا حتى مش فاهم مشاوري كل أسبوع والتاني لطنطا ليه؟ ليه؟ أبويا له ورث هناك، ما صدقت تجيني منه ريع. نبي أخبار شارع عابد الجوهية؟ شارع يما وده وقته؟ واحد بايع وخطوته عزيزة، والتاني برضو بايع بس كابس على نفسك. الأولاني الباشمهندس بنشوفه كل حين ومين، والتاني أبوه زي ما أنت عارفة. كنت فاكرة إن الحرب كسرت ظهره وبس. بس مالوش غيرك. شباك الموارب ما تبصيش منه، اخرته موت وخرب ديار. خرب ديار ايه يا ولية؟ حميدة يا اختي ربنا ما يجعل لنا جار وليه عينين. الفلوس بتجري.
بس بعيد عن ايدك وانت مشتاقه للفلوس للي بيجيبها. الله اعلم انت بتقولي ايه. وليلي وانا اللي بقول هما اللي بيقولوا ان كان صح ولا غلط. قدامك سكتين، الاولانيه فيها لد وعجب، بلاش منها، خلي كلامك معايا انا. السكه التانيه حابه اقول لك عليها، فوتك بعافيه. انت لسه قلتي حاجه؟ اللي قلته يودي في داهيه، انه بجاي هجيب لك معايا حاجه تجربيها له، يمكن ظهره ينعدل. ازيك يا ابو سالم؟ ازيك انت يا ام شوق؟ الحمد لله في نعمه. ظهرك عامل ايه؟ زي ما هو يا ام شوق. ربنا يشفيك يا حبيبي. الا قول لي بقى ايه؟ هما شويه الجرجير دول على شويه الفول النابت على الارضيه المعفنه اللي بيديها لك كل نفر دي، هما دول هيجيبوا لك الفلوس؟ اي نوايا تسند الزير يا ام شوق؟ لكن شوف بقى، لو انت جبت ثلاجه وجبت طلبات زباينك ساعتها مش هتحتاج السير من اساسه. يا وليه انت اتهبلتي؟ جرى لمخك حاجه؟ اجيب فلوس لكل الكلام ده منين؟ ده غير الرخصه اللي لو حفيت علشان اجيبها مش هقدر. خلينا متدارين احسن يا ام شوق. عيب عليك، جيبي سداد يا اخويا. انا بس كل اللي طالباه تبقى تخلي عينك على البيت والبنات وانا مش هنا. انت عارف الراجل طول النهار غايب، حتى ما بيرجع بالليل على يدك بيرجع متدرمخ. بناتك في عينيا من غير اي حاجه يا ام شوق، تشكري. انت اللي تشكر يا اخويا، عشان برضك ان كان على الرخصه ما تشيلش هام. انا ليا معرفه جامده قوي 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 بصرف الاسم، هظبطهولك. ما انت عارف كل حاجه بتمشي بالقرش. وانت هتكسبي ايه بقى من ورا ده كله؟ يا راجل، هو انا افتكي الساعه لما يبقى في حتتي معلم قد الدنيا، هو اللي مراعيلي حالي ومالي وانا غايبه؟ مال. وبعدين يعني ان كانوا على القرشين اللي هتاخدهم، يا سيدي انا هعتبر ان انا محوشاهم معاك، وانت اول كل شهر كده تحط لي حاجه في ايدي مكسب. يعني افكر. تفكر في ايه؟ ما تقولش كده، ده انا اختك، اختك يا راجل. وبعدين اعمل وليا بالقرش بدل ما تبقى عايزه تتعمل بحاجه تانية. ربنا يشفيك يا حبيبي، ربنا يشفيك. زي الحال يا استاذ ابراهيم؟ حال مش ماشي، انا عارف. معلش بكره يمشي. قدامك النصره بعدين نقطه واحده، وهتيجي منين النصره بس؟ ما على يدك الدنيا كلها مقفله في وشه. إن كان على القرشين اللي عايزهم عشان يجيب بيهم بضاعة، ما دور عليهم، دول في إيدي. صحيح يا أختي، والنبي منين يا أختي منين؟ وإنتي مالك يا مارا؟ تكلميش في المواضيع دي. خلاص خلاص يا أختي خلاص، أجي أخدهم إمتى؟ هو اللي يجي، ما بيسلفوش نسوان. طب وهو هيرضى يجي؟ ما هو ده اللي أنا بقوله، لو نيته سليمة وعايز الفلوس عشان يشتري بضاعة بتعطيه شوية ويبطل غنطزة، وانت برضه زني على ودانه. خرب بيتك ولا عماره في ايدك انت. خلاص خلاص هقوله. طب يجيلك امتى؟ هو النهاردة ايه؟ الخميس. حلو الخميس، يجيني بعد العيشة والنطق ما يقولش غير حاضر. حاضر يا اختي حاضر.
امي مسافره بكره وهترجع الجمعه اللي بعدها. خلاص يبقى احنا نجي لكم الجمعه. لا خليها لحد عشان ابويا يكون موجود برضك. طب هنقول لامك يا فلحه؟ هنقول لها يعني ايه؟ لا لو واحد جاي يخطبني. حسنت على عينتك قوي. مالكيش دعوه انت، انا هتصرف. بص انا شفتها من بعيد لبعيد، من معاد حددته مع ابويا. شفتي؟ ما انت معاكي حلال العقد اهو. عايزه ايه تاني؟ عايزه كتير. طب كفايه بقى كده، لحسن مش طايقه نفسي. بكره اتجوزك. يا رب. حبيبي. نعمل اعمل لك فرح. يا سيدي افرض اللي معاها قرشين ومش عايزه تقوم وعملت الموضوع ده حجه علشان تساعدنا، نقول لها لا؟ وبعدين انت مش هتاخد منها، هتاخد منهم. انت شايف الحال واقف قدامك اهو، والست عايزه تساعدنا. طب النبي البس هدومك تاني وانزل لها، وبطل العنطزه دي بقى، خلينا نعرف نعيش. وما تجاوبش غير بحاضر، حاضر وبس. لله يا رب، خلينا نعيش بقى. ازيك يا استاذ ابراهيم؟ بركة انك بخير. اديني الاذن عشان اجيب لك الفلوس. والحاضر. افتح باب رزق جديد. قول حاضر. بيقولوا لك انت بخير الحمد لله كويسين. ازيك يا ولا يا سعيد؟ بتجري ليه يالا؟ راح اجيب عيش لقبة رجاء. ازيك يا رجاء؟ ازيكم انتوا يا بنات؟ محدش بيشوفكم يعني. بس تحت النظر. طب ما تخليكم فوق النظر وبعدين نشربوا مع بعض الشاي. ولا بلاش دلوقتي لحسن ايدي مش فاضية والبيت مقلوب. طب لما تعدليه بنجيلك. بطل تبيع النقاده دي يا راجل. وهجيب بضاعه كويسه منين؟ ما انت عارف يا ام شوق العيب بصيره. يا اخي حاجه غريبه والله. الصعيده كلهم يجوا على هنا سنه والتانيه وتلاقيهم بقوا تجار قد الدنيا. اللي باجي باجي على اهله وناسه وبيشيلوه. انت اللي طفشت من اهلك وناسك. هو كان طاري يا حميده مش كده؟ ايوه عايزين نقتل ام شوق وانا مش قادر. شوف بقى انا نويتها بقى اهلك وناسك، ما
بكره الصبح اصحى بدري وعدي عليا، ننزل نجيب لك عربيات وشويه بضاعه نظيفه، واضرب انت بقى في الشوارع الحلوه دي. والنقاده ارجع برضو بيعها هنا. الله العظيم هتبقى انضف من الزباله دي يا حميده. والمكسب بالنص. قلت ايه يا اخويا؟ موافق، وجميلك ده هيبقى على راسي من فوق. حاسه بالله انت قلتش كده، ده انت غالي عندي حميده. والله بس لو لقيت تديلك انا اقدر ابعت وراك اللي يجيبك لغايه عندي. لا 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 مشوق، لا لا، ده انا من هنا ورايح حق خدامك. استغفر الله العظيم ما تقولش كده، بطل تسقم على نسوان الحارة ولم نفسك بدل ما لم مكان. يلا سلام يا حميدة. مع السلامة يا أم شوق. أنا مش هشوف الفنجان ده. ليه بس يا مشوق؟ بس نجس. إيه الحكاية يا مرة؟ حكاية السواد والنيلة. طهقت من عيشتي يا مشوق. اتخنقت من ريحته اللي بتكتم كل يوم على نفسي. كأنه عزرائيل وجاي ياخد روحي. موتني بالحياة يا أختي. انت عارفين ما حدش في الدنيا هيعرف سرك الا انا، واللي عليا يعني يا رجاء. اهدي بقى كده يا حبيبتي قولي لي ايه الحكايه. ما قدرتش يا مشو، ما قدرتش. كلهم بقوا هنا بسرعة كده. أنا عارف عنهم بلاوي، مشكلة في البنتين. مالهم البنتين اسم الله عليهم؟ غلطانين، حتى إنهم بيكرهوني. طب بالراحة كده وحبة حبة علي، وفهميني عملتي إيه من ساعة ما سافرتي. مش هينفع دلوقتي، هاخد لفتي الأول ولما أرجع بحكي لك. سلام. السلام. ربنا يرزقك. يا بنت انت وين؟ خير؟ خير يا بابا، مفيش حاجه. سمي جايه بكره، كنا بنشتبه بونا وقلنا يعني نعدي. اصلك بتروح متاخر. وكل اسبوع متبتين، وكل اسبوع بتروح تشتري البن، وكل يوم برجع متاخر. اشمعنى النهارده؟ اصل يابا يوم الاحد جايين لنا ناس عشان يخطبوا بنت شو. والنبي؟ والنبي يابا اقول الف مبروك. الف مبروك. مين؟ حسين يابا اللي كان واقف عند عبد ابراهيم خرداواتي، بس الحمد لله دلوقتي استلم وظيفه. بس في مشكله، امي لو عرفت هتفتح لنا سين وجيم مش هنخلصه. فانت يعني يا بابا البركه فيك، كانك عارفه يعني، وانه جالك هنا مثلا. والله فكره، يعني اقول لها ان هم كانوا جايين علشان يستلموا الجزم وشافوكم انتم معديين، وجاني تاني يوم اخذ مني الميعاد، وانا قلت له يا اهلا وسهلا. حلو قوي كده يابا، ربنا يخليك لنا يا رب. بس انت عرفتي منين صحيح يا بنت؟ الله يابا، انت لسه بتقول انه شافنا عنك. والنبي ايه؟ والنبي يابا، سلام. سلام يابا. سلام.
حط لها شويه فول في الرغيف يا ابني. لا جمد لي دول 250 جنيه. هاتي هاتي نبك فينا ثواب. يا اهلا وسهلا. يا اهلا بيك ابو العروسه. شوف بقى ابو شوق، احنا الكلام هيطول بينا بعدين ان شاء الله، بس الاول نخش في المفيد احسن. احنا جايين النهارده نخطبوا بنتكم شوق لابننا حسين. قلت ايه؟ يا اهلا وسهلا. شوف يا اخويا، ابو شوق من بيته لشغله ومن شغله لبيته، ما فهمش في الجواز واصوله. الكلام هيبقى معايا انا. يوه وماله يا اختي، ما انت الخير والبركه، امال ايه؟ بس احنا برضك ما نستغناش. ابننا حسين واخد الدبلون من 4 سنين، وعلى وش بنتكم شوق ربنا كرمه ولسه متعين في شركه النحاس. اها الف مبروك. بس اللي لسه متعين ده هيعرف يجيب شقه ويفتح بيت ويشوف عروسته عاوزه شواريه. من جهه الشقه ما تنعيش هم، ابو حسين كلم صاحب البيت هيبني لهم اوضه وعفشه ميه فوق السطح. اخرتها البيت هتسكن فيها فراخ. بتقولي حاجه يا حاجه؟ يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. واذا كان يعني على الشوار احنا لموها كده مع بعضينا. احنا لسه هنلموها. شوفي يا حبيبتي، شو مش هتتجوز الا في شقه مطرحين ومفسحه، وشوار هيبقى احسن شوار. احنا هنعملوا اللي علينا وانتوا كمان اعملوا اللي عليكم. ايه اللي بتقوليه ده بس يا حاجه؟ ده اللي انت طالباه ده عايز له على الاقل سنتين ثلاثه عشان يتعمل. لا يا حبيبي، وانت سادد عايز له 5 6 سنين، انت لسه متخرج واهلك باين عليهم يعني مش عايزين نحط ولا مليم. طيب احنا هنفكره وهنبقى نرد عليكم في الزياره الثانيه. يا اهلا وسهلا. تفكروا على ايه؟ اللي فيها انتوا عرفتوه. لو كان في مدارتكم خير وبركه، مش في مدارتكم هتعملوا ايه يعني؟ هتسرفوا ولا هتشحتوا؟ كده يا اما عايزين تدوروا عشان في الفقر ده قبل الجواز وبعد الجواز. انت هبله يا بنت. هو كان حد اشتكى لك؟ خلص الكلام، انا برتب الجواز. ما تستعجليش. هموت يا حمار. انت غلطان انك رحت. غلطان في ايه؟ بقول لك المره امها الناقصه هي اللي قلت باصلها معايا. قال ايه؟ ما عنديش امكانيات. اسم الله على امكانياتهم، هم لاقين ياكلوا. هو ده اللي هيجنني. الحالة زفتة قوي وطلع لي في السماء. يكونش أنا اللي نحس. أنت مش نحس يا حسين. أنت راضي. راضي بأهلك وببيتك وبالمجموع المعفن اللي دخلك صنايع. وراضي بحكم أمها اللي هيفرق بينكم. أنت بتقول يا سالم؟ أنت عارف إيه الفرق اللي بيني وبينك؟ إن أنت حبيت البيت وأنا كرهت الشارع. أنا عملت المستحيل عشان أبعد. ذاكرت وطلع 3 عين أهلي عشان أدخل الجامعة وأبقى مهندس. حتى البت عواطف اللي كنت فاكر نفسي بحبها كل ما اشوفها افتكر الشارع. اوعى تفتكر ان انا اشطر منك. انا زيك بالظبط، انا عندي قلب، بس كل الحكايه ان انت راضي، انا مش راضي. لو عايز البت تروح لها، سيبك من امها خالص. البت لو عايزاك تعمل مستحيل عشانك. Oh my God!
نفسك يا شو، والله في نفسك هحرق كل اللي ليكي، هحرق حزين وهحرق ابوك وهحرق عواطف وهولع في البيت في الحاره كلها، هحرقكم كلكم يا اولاد الكلب، هحرقكم كلكم يا اولاد الكلب، هتموتوها يا اولاد الكلب، هتموتوها يا اولاد الكلب، هولع في الدنيا كلها، هحرق الحرب اللي فيها، هولع في ابوك، هولع في عواطف، هولع في البيت، هولع في كل حاجه ليك، هحرق الدنيا كلها. أنا ما أعرفش اللي في دماغك يا شوق، كنت عايزة أخلص يا عواطف تسيبيني لوحدي، كنت عايشة ازاي من غيري كده؟ ولا ابو شو تشربي شويه شاي؟ اه لك شعرك زي زمان. لا يا ماما مش عايزه. امشي نجري يلا انت اهو من هنا، امشي نجري بدل ما انزل لابوكوا مالكوش علي لابوكوا، نجري يلا انت وهو. انا قلت الليله مش فايته. يا حاج
العمارة ما فيهاش راجل، أي حد عنده عيل مش قادر يلمه أنا هلمهوله. معلش يا مشو، تلاقيهم ما خدوش بالهم مني. وانت مالك يا مرة؟ لا عندك عيل ولا تايل، خايف على مين؟ يوه يقطعني النبي يا أختي، أنا بس كنت عايزة نهديك. خشي جوه يا ولية. تلم الدور بقى يا مشو، دول شوية عيال، هو كان جرى إيه يعني ولا جرى إيه؟ ما خلاص بقى يا مشو، اعمل حساب للرجالة. ما فين الرجالة يا أبو سالم؟ اللي شايف نفسه راجل يبقى يشوفها وأنا برا الحارة، ولا تحب أقفلهولك؟ مسافر امتى؟ اخر الاسبوع، انت عارف. مين بقى تعرف حاجه؟ الشارع كله بيتبادل علشاني، انا مش عارف. جايين ايد ورا وايد قدامه، ما حلتهمش اللضا وعايزين ياخدوا البت. ما البت كانت هتحرق نفسها عشان يا عيني عايزاه، بتحبه يقطع الحب وسنينه. سألين انا. اه يا قلبي، والنبي حرام عليكي يا ام شو. حرمت عليه عشتها، اي راجل هيجي برضه هتحبه وتحرق نفسها عشانه. مش عايزاهم يخيبوا خيبتي يا تحيه، عايزه اجوزهم جوازه عدله. اسم الله، وهتيجي منين الجوازه العدله دي؟ اهو شويه كده وهاخدهم ونمشي من الحته العفشه اللي احنا فيها دي، ونروح حته تانية نظيفه محدش عارفنا فيها، ساعتها بقى يبقى يحلها حلال. على رايك لو الواحده قاعده في صفيحه زباله مش هتلاقي الا الدبان، انما لو قاعده في جنينه مش هتلاقي الا العصافير والبلابل ويهفهفوا عليها. اللي جابك يا شو؟ انا جاي اقول لك ان ماليش ذنب في اللي امي بتعمله ده خالص. ليه؟ هي مش عايزه مصلحتك؟ عايزه اتجوزك راجل جاهز؟ مصلحتي معاك يا حسين. كان زمان قبل ما اهلي يطردوا من بيتكم، وقبل ما اتهزق قدامك وقدام الشارع كله. انا ممكن اعمل اللي انت عايزه، بس خليك جنبي. ما ينفعش يا شو، لازم اتجوز برضا اهلي من غير مشاكل، من غير ما كرامتي تتهان. انا دلوقتي ما اقدرش ارفع عيني في عين حد من اهل الشارع، ولا ارفع عيني في عينك انت. انا بحبك يا حسين، انا ممكن اموت من غيرك. محدش بيموت من الحب يا شو.
يا ولاد بالراحه كفايه اكل. وانا مصبرني على العيشه غير الاكل. عارفه يا ام شوق؟ اه. انا لما اموت مش هموت زي ما خليق ربنا. انا هفقرها زي البالونه. لا تشرع عليك. الحمد لله. خلصتي؟ استنى على الشقه بالليل اشوفك لعيشي. بالسلامة. سلمك. يرزقك من واسع ان شاء الله. سلام. سلام. هيرجع؟ مين؟ حسين؟ هو بس قبل كده؟ اوه كانت حاجة حلوة قوي. يا سب حرمانة من كل حاجة. إلهي تموت تموت ولا ما تموتش، احنا مش هنفضل مدفونين بالحياة في الأوضة دي. عندك حق. الولا بيموت. انا عندي بقى اللي اختفى شاب زي الورد. واحنا ما عندناش وقت، يا دوبك هنشرب العصير ونروح. يا رب تلحقنا. هلحقكم. للقصب لو سمحت. شوف عواطف الحق، الولا جاي ومعه واحد تاني. يا نهار اسود هنعمله ايه؟ انا عارفه بقى مش كانت شورتك. يلا نروح بعد ما طمعناهم. عفوك ازاي؟ لحقتك؟ ازاي؟ شو؟ انا عواطف. ازيك يا عواطف؟ بقى انتوا ساكنين في اللبان طول المده دي ما يعرفوش عنكم حاجه، طب ينفع؟ ده حظنا المنايل. انتوا ايه بقى؟ كنتوا لابسين طاقية لخفة؟ لا وانت الصادق، كنا مستنيين العدل ولما ما جاش قلنا نروح لحنا. الحمد لله على سلامته. هو التاكسي ده بتاعك؟ يا ستي قلت لك التاكسي ده بتاع واحد جارنا وانا برقت عليه رزق يعني. بكره ليكي معايا بونطه كده. خدي جربي السيجاره دي. تنجفك ما تخافيش. وانت؟ انا بقى بتاع كله بس في الاصل سباك. حلو. دي حنفية المطبخ عايزة جلدة. البلاعة مصدودة على طول. يا حرام نسلكوه. لا يا عواطف ما يدخلش البيت. ليه؟ ما انتي تفسحي بالتاكس. الله الله الله. جرب السيجاره الحلوه دي. حي لا حي يا بنت. حد يقول لي دي لا هتزن وشنا؟ دي اللي هتشعياصك. شدي بسم الله عليك. بس بوس انا بقى. ايه يا بنت مالك؟ وانا بعوض. انت بوسه وانا بوسه. انت كام ده قوي؟
مالك؟ على رأي المثل، في شدة شديد وفي القوة قوي. سيبيني نفسك، أنا اللي هشعيسك. بحري لسه في القلب همسة، نفسي أقولها وارتاح وأنسى. لو كنت عادل ليه بس تقسى، وأنا حظي مايل ويال بلسة. يا بحري لسه في القلب همسة، نفسي أقولها وارتاح وأنسى. لو كنت عادل ليه بس تقسى، وأنا حظي مايل ويا الأبلسة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحقني بعلبة سجاير وحاجة ساعة واحدة تانية. والحقك ليه يا ابني؟ هو أنت بتغرق؟ بقالي ساعة بلف على كل بطن. حقني يا عم ابو سالم، مبلعه طفحه ومبهدله الدنيا. ما تنادي يا بنت على الولا عدلي يسلكها. هو بيفهم مصلكها قبل كده. يبقى لما اوزم السباك ده يبقى ترشج. وانت سباك؟ هاو اجيب العده. قولي لي البيت فين يا ابو؟ اهو. بنتي عواطف، اختك فين يا بنت؟ عقبال لما يجيب العده تكون جت. ما تقلقش يا عم ابو سالم. عم ابو سالم. نعم. لما تيجي امي هقول لها انك لحقتنا بسباك، خليها تدعي لك دعوتين. سلام. عملت مع البت حتة مونديرا في التاكس، ربنا ما يوريك. ايه المساعدين دي بقت على الارض؟ اقول لك أوه. الاتنين نار. اه بس البت الصغيره اللي معاك يالا طايحه طايحه طايحه. ايه يا عم في ايه؟ انت مش رشقت مع الكبيره؟ ماشي عادي يعني. اقول لك ايه؟ قول. ما تيجي ننزل لهم اللبان بكره. ننزل. انا حمو. مين دول اللي من اللبان؟ الله، ما كانوا قدامك يا عم الحاج. ايوه هم مين يعني؟ ايه يا عم حسين في ايه؟ من فات قديم وتاه. جيرانك يا عم القشطه. بنات ام شوق. اوي حسين. الشوق حسين. ايه اوي يا سالم؟ ما تبقاش غبي، انت مش باعت انسان. بص لمستقبلك بقى. مستقبل ايه يا عم؟ انا كان كل حلمي ان انا اشتغل واتجوزها واعيش راضي. انا حاسس ان احنا السبب. حتى لو كنا سبب، اللي حصل حصل. ولو فكرنا نرجع ونعيش طول عمرنا مش قادرين نبص في وشهم. انساها يا حسين، بص لشوق تانيه، شوق ترفعك مش تاخدك وتنزل سبع ارض. كده كده البنات ضاعوا خلاص. بس عروق اتجوزت. ظبطت البيت كده ولا ظبطتك؟ الموضوع ده زاد عن حده قوي. العيال ملطعين زي الدبان في كل حته، والبنتين فجر الدنيا فيهم. يا سيدي انت وهو واحنا مالنا؟ حد يقدر يقول لامه؟ استاذ ابراهيم يقول لها، هي بتحترمه. حلال فيهم الموت يا سيدي. اذا كانت هي اللي مسرحاهم بمزاجها، مين هيقف قصادها؟ انا برضو بقول كده، كله تحت عينيها.
قوم بقى يا حميده موته. وانا اقوم ليه؟ انا قاعد كويس كده. اه بحس على رايك الواحد مش ناقص مشاكل. ازيك يا ابو شوق؟ ما بقيتش شاد معانا زي الاول يعني. مش عايز تسمع اخبار الشارع؟ لا احسن برضو. الولا بيجي الولا بيموت. ستي راح اشوف لك شغلين. الولا بيموت. الولا بيموت. الولا بيموت. لا سألك أمور. ليه بديني حاجة لله ابني بيموت؟ ألف سلامة على الولا. مشوق؟ ازيك يا مشوق؟ عليك يا اختي خدي بالي ريقي شويه شاي ولا يهمك. المهم انه يطلع ابن حلال وما يتكلمش. لو اتكلم انا والبنات هنتفتح. وهي يعني هاتي عيالك وتعالي على هنا وهي الفرشه تسعمل حبايب الف. انا خلاص ما بقاليش غيرك. انا لسه حابه دنيا جديده. طب بقول لك ايه، خدي بعضك وسافري نبي في حضن عيالك. مش هسافر لولادي، عايز ارتب دماغي وافتكر فضيحهم بيت بيت عشان الولد ده لو اتكلم اعرف ازاي اكسر حلمه. انا جاي النهارده عارف نفسي امشي من الشارع ده. خايفه؟ مبقتش اخاف. ازيك يا حميد؟ ازيك يا ابو شوق؟ ايه الاخبار؟ ليك عندي حساب بثلاث اسابيع والشغل ماشي تمام. سيبك من الشغل والحساب، اخبار الشارع ايه؟ زي ما هو، اللي بيناموا فيه بيصحوا فيه. وبعدين مفيش حاجه تخفى عليك يا ابو شوق. فوتك بعد. طب والحساب؟ بعدين اللي عند الرجال ما يروحش. ازيك يا ابو سالم؟ ازيك انت يا ام شوق؟ ايه يا ولية؟ نفسك كبرت علينا ولا ايه؟ ما بقيتيش تيجي تقرينا الفنجان يعني. انا اقدر. اخبار الشارع يا ابو سالم؟ ايه؟ بخير.
كله حلو بنفسك يا مشوق. فتكوا بعافية. أمي بجد. القطر كان على بعضه، الدنيا كانت ولعة النهارده. في ايه مالكو؟ ولا حاجه. قومي هاتيلي ميه وملح، انا رجليها شويه. الميه مقطوعه. ايه ياما القشف ده؟ هو اهلك في طنطا كانوا بيشغلوكي في الفعل؟ انتي مالك؟ هتعملي لي تحقيق. وتحقيق ليه؟ ما تجاوب باين من عنوانه. قصدك ايه؟ رحتي فين ياما؟ نزلتي تعملي ايه في مصر ياما؟ يقول له كده، ما انتوا هبل زي ابوكوا. لو كنتوا نسيتوا افكركوا. تفكرينا بايه؟ اخوكوا كان بيموت، ما كانش حالتنا اللضا. ركبت القطر ومعرفتش هروح لمين. لاهلك ياما. هيفتكروني بعد السنين دي كلها؟ انت ساعتها قلت انك رايح. اي حد كان هيقول لي اعمل اي حاجه كنت هعملها، بس ابني ما يموتش. وايه اللي خلاكي ما تروحيش؟ رحت، معرفتش اوريهم وشي ازاي وليه. دول اهلك ياما. كانوا بعتهم لما طفشت منهم، عشان واحد لا عنده لا شغله ولا مشغله غير انه بيحبني. كنت رجعتي؟ لو فاكره شكل اخوكي ما كنتيش قلتي الكلمه دي. رحت فين ياما؟ نزلت مصر، جبت حق الغسله واكتر. شحتي؟ شحت. خلاص جبتي تمن الغسله ورجعتي والولا مات. في ايه تاني؟ انتوا لسه ما متوش. مين قالك ان احنا ما متناش؟ كنت عايزه استركوا واطمن على مستقبلكم. اسم الله على مستقبلنا. احنا متنا مع سعد ياما، متنا بعد ما طفشتي اي واحد كان عايز يلمنا. هجوزك احسن منه واغنى منه كمان. متنا من خناقاتك وعفاريتك. احنا اتدفنا بالحقيقه في الاوضه دي ياما. نروح مكان تاني ما حدش يعرفنا فيه. ده انا حاطه فلوس كتير قوي. استنى ما اوريكوا قد ايه. بصوا يا بنات، بصوا عندنا فلوس قد ايه. الشوال ده مليان فلوس، كل الشوال ده مليان فلوس، مليان فلوس. ايه ياما وانت بتجيبي فلوس ليه؟ كنا احنا بنبيع وشرفنا. مستقبلنا ده اكتر بعد عملتك السودة. بيعوا ايه؟ بيعوا شرفكم. بتبيعوا شرفكم يا ولاد. اوعي ايدي دي شازيه هنا تاني. ما بقناش نخاف منك ولا من عفاريتك. والناس والجيران، انا كنت سايباكوا في حماهم. الناس اللي اشتريتيهم بفلوسك باعوكي. الناس كانوا مغمضين عليهم من خوفهم منك. هاتلكوا يا ولاد الكلب، هاتلكوا يا ولاد الكلب. اخبطي دماغي زي ما انت عايزه. هاتلكوا يا ولاد الكلب. مش هقول لك كده. هاتلكوا يا ولاد الكلب.
كمان يا اولاد الكلب. اعمل لي ساعده يا يما. يا اولاد الكلب، يا اولاد الكلب، يا اولاد الكلب، يا اولاد الكلب، هقتلكوا يا اولاد الكلب، هقتلكوا يا اولاد الكلب. يا اختي الوليد ما بتتهدش، هتموت بناتها. هما بقوا ايه؟ مش عرفني هتتلكك لهم على اي حاجه والسلام. روح اشوف. تعالي انا مالناش دعوه خالص، خلينا في حالنا. هقتلكوا يا اولاد الكلب، هقتلكوا يا اولاد الكلب، هموتكوا يا اولاد الكلب، هموتكوا يا اولاد الكلب، هموتكوا يا اولاد الكلب، هموتكوا يا اولاد الكلب، يا اولاد الكلب، يا اولاد الكلب، هموتكوا يا اولاد الكلب، هموتكوا يا اولاد الكلب، هموتكوا يا اولاد الكلب، يا اولاد الكلب، يا اولاد الكلب، هموتكوا يا اولاد الكلب، يا اولاد الكلب، يا اولاد الكلب، يا اولاد الكلب. كفايه محرم عليك، كفايه كفايه بقى الكلب. هموتكوا يا اولاد الكلب، 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 هموتكوا يا اولاد الكلب. مش هسيبكم، هحرقكم كلكم، هحرقكم كلكم، بكرهكم بكرهكم، مش هسيبكم. هتموتوها 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 يا اولاد الكلب، هتموتوها هتموتوها. سيبني سيبني. هتموتوها 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 هتموتوها. رد عليا يا فاطمه، فاطمه ما تسيبيني يا فاطمه، هعمل ايه من غيرك يا فاطمه؟ رد عليا يا بنت. هو في ايه يا جماعه؟ هي رجعت تخبط نفسها تاني؟ ما قدرناش نعشر. ايه اللي حصل بس لده كله؟ ماتوا يا بنت انت وهي. انا محفظت البن. الوليه موتت نفسها. كل ده عشان محمصه بن. يما رد عليا يا فاطمه. تكسري ظهري يا فاطمه، ما تروحيش مني فاطمه، فاطمه فاطمه فاطمه.